في حاجات وأماكن ونعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهل. اسأل يا ابني علينا الأهلي في القارة واتقال واحد.
شايف فيها بطولينين كل شمال كله عالسكة وشغال بالضربة الأبيع تتشال الأهلي معلم أجال مفيش تعب بيأثر فينا إحنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا إحنا ملوك اللعبة إحنا بنعليها إحنا بدعنا الصنع أنتم جايين بعدينا إحنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الأهلي سيد القارة واتقال فيها بطولينين كله شمال كله عالسكة وشغال بالضربة الأبيع تتشال الأهلي معلم أجال مفيش تعب بيأثر فينا إحنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا الأهلي معلم أجال مفيش تعب
تشجعنا وتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي زيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة الأبيع تتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل ملعب العربي الزولي، وفريق النادي الاهلي بيؤدي اولى تدريباته هنا على ملعب العربي الزولي. ولكن من النقاط المهمه جدا، النادي الاهلي طبعا بيتمتع بشعبيه وعلاقات ود واخوه هنا في المغرب. يعني معانا في هذه الاثناء الاستاذ يوسف الحسينيه رئيس مقاطعه عين السبع اللي طبعا بتضم هذا الملعب، وخلينا نرحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. وايضا الاستاذه
كلثوم هاشم مفوضة بالقطاع الرياضي والثقافي. خلينا نرحب بحضرتك ويعني استضافة النادي الأهلي لأداء تدريبات النادي الأهلي هنا على ملعب العربي الزاولي، شعبية كبيرة بيتمتع بها النادي الأهلي، وطبعا بتدل على علاقات الود والأخاء ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. نعم، هذا يوم كبير عندنا هنا في مقاطعة عين سبان، نصادفوا النادي الأهلي كما كنقولوا في المغرب نادي القرن من جمهورية العربية مصر العربية الشقيقة، ويعني احنا الواجب ديالنا نوفروا كاع الأجواء باش التدريب تدوز أحسن ما يرام، وباش يعني نعبروا على الأخوة يعني الكرم ديال الشعب المغربي تجاه الإخوان المصريين. احنا بقينا على اتصال منذ رمضان في المقابلة السابقة اللي كانت، وتخلقت واحد العلاقة بيناتنا، وحنا كاع درنا اقتراح واش ممكن النادي الأهلي يحل فرع نعدو في عين سبان إن شاء الله، ولما لا؟ كنشوفوا ريال مدريد برشلونة عندهم فروع هنايا، لما لا الأهلي يفتح عندنا فرع هنا في المغرب في عين سبان بالضبط. فعلا النادي الأهلي كنا دائما كنشجعوا من صغرنا، وكيبقى دائما النادي كبير نادي القرن، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. عايز اروح للاستاذة كلثوم، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي، واعتقد يعني حضرتك مسؤول عن القطاع الرياضي والقطاع الثقافي، ودايما في ألفة او ود ما بين الشعب المصري والشعب العراقي والشعب المغربي، قولي لي شايف الامر ده ازاي وشايف استضافة النادي الاهلي؟ أكيد أكيد هناك حب بين المغاربة والمصريين. اليوم لنا الفخر أننا نستقبل النادي الأهلي بمقاطعة عين سبع، سعداء جدا باستقبالهم، وكيف كتشوفوا دابا هما كيقوموا بالتدريب، وسعداء جدا أنهم معنا بشعب بحالنا بحالهم. كنتمنوا لهم حتى هما التوفيق والنجاح والتميز في هذا الماتش هما وفريق الوداد. يعني لنا الكثير، نحن كذلك من محبي فريق نادي الأهلي، وكيف قلت لنا الشرف أننا استقبلناهم اليوم ونستقبلهم في التدريب في الملعب العربي الزاولي. العلاقة بين مصر والمغرب الحمد لله وشكر لله علاقة طيبة وطيبة جدا، كتجمعنا الثقافات، كتجمعنا العديد من الأشياء. مجهود كبير جدا طبعا بيقوم بيه مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنسيق مع السفارة المصرية لتذليل كافة الصعاب عشان نتكلم في هذا الأمر ونستفيد في الحديث. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الأهلي والوداد، الأوساط هنا في المغرب، الأوساط في مصر تترقب هذه المباراة. حطنا في الصورة وطمنا على كافة الأمور والتفاصيل الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم في المغرب. طبعا التنسيق مع مجلس اداره الاهلي يتم منذ اسابيع، ليس فقط منذ وصول يعني بعثه الاهلي هنا في الرباط في المغرب، ولكن منذ اسابيع في القاهره. الان تم وضع اليه لدخول الجماهير المصريه الى المغرب. هذه الاليه اليه مبسطه تم الاتفاق فيها مع مجلس اداره النادي الاهلي، تتلخص في انه سيتم اعداد قوائم، والقوائم دي سيتم منحها التأشيرات في مطار دار البيضاء، وأيضا سيتم منحها التذاكر طبعا بمعرفة طبعا النادي الأهلي. القوائم طبعا يقوم بإعدادها النادي الأهلي حصريا، والذي يقوم بإعداد قوائم المشجعين. التأمين عالي المستوى هنا، سيتم تأمين أيضا الجماهير، سيتم تخصيص أبواب في الاستاد للجماهير، وحتى موضوع الانتقالات ستتولاه الشركات السياحة التي ترعى موضوع نقل المشجعين للمغرب. الرأي العام المغربي والإعلام المغربي طبعا يعولون كثيرا على هذه المباراة. فالأول هي مباراة تعكس صورة المغرب، المغرب بيستضيف النهائي، وبالتالي محط أنظار العالم كله، يعني محط أنظار أفريقيا والعالم والفيفا والكاف، وبالتالي هم يريدون إنجاح هذه المباراة، يقدمون تسهيلات كثيرة، الاستعداد كبيرة وعلى قدم وساق هنا في المغرب. طبعا يريدون فوز طبعا ناديهم، ده طبعا ده شيء طبيعي، ولكن أيضا يرحبون بالنادي الأهلي. يعني مجلس إدارة الأهلي كابتن خطيب النادي الأهلي لهم هنا شعبية كبيرة جدا، ومرحب بهم جدا في المغرب، ولهم حتى جماهير محبة اليوم هنا. بالنسبة للمصريين من خارج المغرب، تم أيضا وضع آلية طبعا لهم برضو بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي. سيكون هناك مكتب في مطار الدار البيضاء يهتم بالمشجعين المصريين سواء القادمين من مصر أو القادمين من خارج مصر، وستكون هناك أيضا تذاكر للمباراة بمعرفة مجلس إدارة النادي الأهلي موجودة في هذا المكتب، يتم منح إعطاء هذه التذاكر للمشجعين المصريين. بالنسبة للجالية المصرية طبعا في المغرب، الجالية العزيزة في المغرب تقريبا يوجد حوالي 10,000 مواطن مصري، يتم الاتفاق مع
الاتحاد المغربي ومع مجلس إدارة النادي الأهلي على أسهل طريقة لتوفير التذاكر لهؤلاء المواطنين المصريون. مجلس إدارة النادي الأهلي أعتقد أنه هو الآن بصدد التوصل لآلية سهلة للجالية المصرية لتشجيعهم لحضور الماتش. روابط المشجعين في شمال أفريقيا كلها لها طبيعة خاصة حماسية جدا، وأعتقد أن النادي الأهلي أخذ خبرة في مواجهة الجماهير وطريقة التشجيع، ونتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، وأعتقد النادي الأهلي قادر على الفوز بالبطولة إن شاء الله. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهب الجبال، اسأل يا ابني علينا. الأهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين، كله شمال كله عالسكة وشغال، بالضربة الأبيع بتشال. الأهلي معلم أجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهب الجبال، اسأل يا ابني علينا. قربت الواحد فيها بطولين، كله شمال كله على السكه وشغال. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان في بادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. طبعا تم تخصيص هذه الكرة اللي هيلعب بيها نهائي دور أبطال إفريقيا، المباراة اللي هتجمع ما بين الأهلي والوداد يوم الاثنين القادم على مركب محمد الخامس. بادرة جديدة من الاتحاد الأفريقي بتخصيص كرة جديدة لهذه المباراة. اليوم تم تسليم النادي الأهلي 10 كرات وأيضا نادي الوداد 10 كرات لأداء التدريبات طبعا، ويتعودوا اللاعبين على هذه الكرة. الكرة بتضم مزيج من الوان الاعتزاز بالقارة السمراء، الأصفر والأخضر والأبيض وأيضا اللون الأسود. بتقسم إلى 14 مثلث، كل مثلث بيحمل الرسم أو الشكل البياني أو الهندسي للقارة الأفريقية السمراء. أيضا وزن الكرة 430 جرام، وطبعا الوزن الطبيعي أو الوزن القانوني لكرة القدم الرسمي هو ما بين 410 إلى 450. أيضا استحدثها، ويعني كل مثلث بيخيط استخدام الامر اليدوي او يعني نقدر نقول امور خاصه بالجوده او علامه الجوده من الاتحاد الدولي لكره القدم. طبعا ده بالتنسيق ما بين الاتحاد الافريقي لكره القدم وايضا الشركه الراعيه. فيها مزيج من الالوان بيدل طبعا على اعتزازنا زي ما قلنا بالقاره السمراء. ان شاء الله يوم يكون موفق وتكون كره يعني ان شاء الله، والشاحل وعلى جماهير النادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي تكون بمشيئه الله كره التتويج ان شاء الله بالبطوله الحادية عشر بإذن الله. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي.